الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة. الرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر لجهود رئيس الوزراء العراقي لصون سيادة وعروبة العراق. ووزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية على الطرق والمحاور. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر لارسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية. كما حضر من جانب الشركة الألمانية السيد جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد ماجد منصور وكيل الشركة في مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لارسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، واكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على دعم مصر لجهود رئيس الوزراء العراقي لتقوية دور مؤسسة الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشددا سيادته على ان مصر ستواصل العمل على تعزيز اطر التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات. واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة لتحقيق الانضباط والالتزام بالسرعة المحددة. المزيد في سياق هذا التقرير. السرعات الزائدة عن المقررة قانونا على الطرق واحدة من أهم مسببات الحوادث التي تودي بالأرواح والممتلكات. وحتى يتحقق الانضباط المروري والالتزام بالسرعات المحددة، قامت وزارة الداخلية بنشر منظومة متطورة من الرادارات والكاميرات على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، بخاصة على الطرق المؤدية إلى المناطق الساحلية، مع ازدياد مرتاديها خلال فصل الصيف. فقد تم تفعيل منظومة الرادارات والكاميرات على طريق القاهرة الإسكندرية العالمين الصحراوي تجاه مرسى مطروح لإلزام قائد المركبات بالسرعات القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتعديل السرعات على طريق الإسكندرية مطروح السلوم بدءا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العالمين، 60 كيلو متر في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها
وأنصاف المقطورات ومركبات النقل، 70 كيلومتر في الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين، 80 كيلومتر في الساعة لباقي أنواع المركبات، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنوياً. بنركز الحملات المرورية على حملات الرادار الثابت والمتحرك لضبط السرعات وللحفاظ على سلامة المواطنين مرتادي الطريق، وبما لا يقل بالسيولة المرورية وتسهير الحركة المرورية للمواطنين. أنا ضيف عندكم، بس ما شاء الله على الانتشار، الأمن منتشر كامل والأمان موجود والطرق كلها متحسنة، يعني فرق كبير وما شاء الله. الحملات دي مهمة جدا علشان اللي بيحصل بقاله سنين من حوادث واستهتار من شباب وأدى إلى حالة وفيات كتير جدا، فأنا مبسوط جدا أن أنا بشوف كمان كتير، وإن شاء الله ده يؤدي أن الحاجات دي تقل. وتهدف وزارة الداخلية من وراء تفعيل تلك المنظومة إلى التوسع في إدارة الحركة المرورية إلكترونيا حفاظا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق، وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية، كما يتم التأكد من خلال الحملات المرورية على الطرق من التزام قائد المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب التراخيص من المخالفين، مع التنبيه عليهم بالتوجه إلى وحدات المرور التابعين لها لتركيبه باعتباره أحد أدوات إدارة الحركة المرورية إلكترونيا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارا من 18 من الشهر القادم بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 1 شهر ولا تزيد عن 3 أشهر. موضوع الملصق الإلكتروني طبعا ممتاز جدا، يقدر يعرف بيانات كل سيارة وكل مثلا سواق عليها أو مين صاحب العربية، لأن ده طبعا حاجة كويسة جدا إنك تعرف تنظم الموضوع ده وكل حاجة يبقى ليها ID خاص بيها يعني. مع هذه المنظومة المتطورة من الرادارات والكاميرات لإدارة الحركة المرورية على الطرق للالتزام بالسرعات المحددة وتحقيق السيولة المرورية، يبقى على قائد المركبات الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتحقيق السلامة كاملة على كافة الطرق. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من شبكة تلفزيون النهار، دمتم بخير، إلى اللقاء.